لكل شخص تخين, واحنا كتير عم مثلا يعني مش احنا مش واحد ولا اتنين, وللاسف احنا لما بنخون بعض بنخون بعض مش من منطق ان احنا قصدنا ان احنا نأذي بعض على قد ما احنا بنبقى خايفين من بعض. في ناس من كتر حبها لبعض الاشخاص بتبقى خايفه من الشخص ده ان هو استحوذ على حياتها, فبتحاول تدخل اشخاص تانية عشان تحس انها شخصيه مستقله, وده بيبقى في قمه الغباء. او في اشخاص من كتر ما هي حاسه وخايفه من الارتباط فتبتدي تخون اللي قدامها من منطق انها خايفه هو ده خلاص اللي هيبقى في وشي على طول, صح يا نايمة قاعدة الراجل ده في وشي, فتبتدي بتعمل تصرفات مش عقلانية. أهم حاجة لما تتحط في الموقف ده بلاش تستثمر في اللي ربنا وضحه لك إن هو مش أحسن حاجة ليك. مشاعرك وأحاسيسك ووقتك على الأرض عامل زي الزرع, لما تحطها في مكان أنت واثق في صاحب المكان ده إن هو هيكبر الزرعة دي, لا إما بلاش منها خالص, تفضل في إيدك تحاول تراعيها تهتم بيها لغاية ما تلاقي الشخص الأمين عليها. نرجع لكم تاني.